السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأوفياء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والأحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. أجباني شو قلتي لي ملي كنت لابس الكسو ديال العروسة في الفيديو كليب ديال رياش؟ علاش مشيت عند هذاك الراجل؟ شوفي في محمد صافي تسحبيني تجوجو مرة أخرى؟ بلاصة. ما نمشي حتى بلاصه، صافي ما نلبس كسوة العروسه ما والو، خصني نلبسها عند محمد ونبقى نشوفها في محمد ياك. صافي داك الراجل ما زعما ما خصنيش نشوف فيه كاع حتى في الكليب. ها صافي جاتك الغيره. قالت لك لا ما تلبسيش، علاش لبستي الكسوة ديال العروسه لبستي الكسوة ديال العروسة وما لبستيهاش لمحمد ملي مشيتي؟ ما مشيتيش عند قالت لكم السيادة ما خصنيش نمشي ملي كنت غادا لابسة الكسوة ديال العروسة وغادا نيشان، ما خصنيش نمشي عند هذاك السيد، خصني نمشي عند محمد. علاش مشيتي عند هذاك السيد وانا لابسة الكسوة ديال العروسة؟ والو قالت لك محمد انتي مجوجة بمحمد هذيك الكسوة ديال العروسة تمشي نيشان بها وتشوفي في محمد ما تشوفيش في هذاك الراجل.